ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جورك وصندي نبي ذي إله سبحانه وتعالى ما يويل سانها أنا وأنا صومي وأنا أفره وأنا هندري وأنا أمي صلاة الليل كيني تكدي وأنا هندري جورس ده ألانكي صندي ديد أمتي مكمدة ما دل لحال فردي لها الفرد كله أو زواج سوبيان يمي لها لي أس إذن زواج كي مي نغدي هذه بلشي تجلن فيري الله بنا الأساسية أما أصل الأصول نغدي بالعكس عالم الإسلام إن يوك لنغا مايان تحديد النسل إني ترنك اللي يراني لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر هذه صحارا انبه الله يدين ببك هذا فالها ده هوبس في حلال هوبس كوالي أجري ثوابك وهلا تكن بعدي ما هجر لان كوبس هبرن كما ما هجر كاسا غلنيا يك دب قاد دوها اني اري رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثه حق على الله عونهم سد إلهي إنيس تعلمي يلي مشغول كي أي جور سداس لم كست بسوق ساسك فكره أريد ما يك فكره سك أن كفاي لجور سدو دون وسون ساسوك لته أن كفاي لجور سدو دون فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج إلهي مره فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بعد السلام إخوة الأكارم موضوع كلمة وأهمية الزواج للفرد والمجتمع صدور الكيه الرامبان شاقي ساسا هذا دونت والإله إنه وافق يا والقرآن والله إذا هنك كوبان إن شاء الله تعالى خوبان سيجود قال الزواج ما معناه في اللغة زواج لغة هان ميلك جد الزواج معناه اللغوي الاقتران الاقتران الشرعي بين الرجل والمرأة ولا ركور حرير أو شرعي يسن ووافق سن شرعي عذا أو ده مراو حرير كسور ده مراو لبيدد أما مجلي بلا ما يكلا لك تعريفي كر ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة وبلن أو شرعية أو ده مراو رجل إيو 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 مرأة وجيت شيء إني لك آساس لك أنكم
قوس دقن كما قال تعالى إلهي ماري وأخذنا منكم ميثاقا غليظا مركوا ميثاق شرعي بين رجل وامرأة وجد إن أي إنشاء أسرة مسلمة مستقرة ساسوك لا إسلا تعريف كليك الله جرناها ما يبلينا دت كقار يطلق لفظ الزواج على النكاح الزواج هديلر النكاح هديلر سكوميدو وكذلك نكاح زواج لك جيد الزواج نكاح لك جيد والمقصود بهما في اللغة هذه النكاح ترى هذه الزواج ترون وجد لغة ما يبواها الضم والجمع فهو مأخوذ من قول تناكحت الأشجار أي انضمت إلى بعضها إن سكويو يقلمو ساسوك المرهان نكح المطر الأرض نكح الأرض نكح المطر الأرض هو بلهون معني جميل جد اختلط بها بيوغي روبكي أردي لولك يا إسكده درسمين والنكاح عند العربي الوطء والزواج هو النكاح لأنه الوطء المباح أنت صدق واللغوي زواج ولي الفجر اصطلاح أهانا اسلمي لي كوي سون والوين مكشلها وميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحسان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين وبلن يعقد هليس أقول الله إسكرها لهاش تراض إسأقل أو نحمروا بين رجل وامرأة وجدنا على وجه الدوام مؤقت نكاح الشغار نكاح المتعة وحيابي ونغم يلوك بهايان على الدوام غايد يسلكم مدت غايد يفرب بدينكم مدت الإحسان والعفاف درسي أول لمدة النباء إيو قوس أدقن لا أساس يأون لك أساس برعاية الزوجين لمذيب دريال يو إحنان ديو أبو زهرة لنك اللي رأو ميري إنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات مع مراعاة أصوله الزواج ميلك جيدي وعقد أفا إيديو حل العشرة لغن حلال إيه ونحمرو بين الرجل والمرأة إيو إسكاشي أولمديو إيه او هتن حددو ككست ولاغي اسلكو فدو اي ولاغي اس انواجبو لمدو يا اون لا الهاليو اصول الزواج اصول الزواج ككست بمي با امباهدي والبدن ماي لها كوبو كوري اصول الزواج لها كوبو كوري ولي يو شهود اما اشهار ولي تروب يو مهر iyo siiqadi anta sadiin uu ku banna wala la raw azwaaj ama macna azwaaj fi lugati wal istilaah may gud galaane ciwaanka muhaadarada oo haay ahamiyatu azwaaj lil fard hadii ahamiyata ee hadii adatara مقصود وجدوين أهداف الزواج اسكو معنى هاليك كوين لانك الشخص لاب هذا لده هذا
أهميّة أنك جرت جورك مايت أما دنت مقاصد أول كفداو جورك مايت مايكو بلاوان أهميّة كواد ماي له ركوره تطبيق أمر الله بالزواج إلهي سبحانه وتعالى زواجك دضفري إنجلس جورس والكلب مركل لها كتابك ما يبقى إياها فلين أمر أل إلهي مره فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سيغض فانكحوا أمروا أمركاس أمر الإيجاب ميا أمر الندب ميا دودية إهولية قونو لكن صدقنك فايل الله ركور ماي بواها لأننا أمركاس أمر الوجوبة كنغده لأننا أمر الندب مي انغده لأننا مباحق يحق يحطا يحق غالي اسكو دود بعد ذكور لكن سكست بها دوب أو أمر ماها هو هذا غورسو بيد أمر إلهي فوليدي وجيتك كواد أم أهميتك كواد أقولك لي وفلين في أمر أن ساسوك الرسول كان صوب صلى الله عليه وسلم أقولك أمانو ما يستعمل لفظك أو أمرك حديثك أو في إمام مسلم كسونا كتاب إمام مسلم كسونا أو أبو هرير ورياي مهاي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وصيغة أمر مركة هذا هديه الجور ست والكست كهر ما يفلي ذي أمر الله أمر الله فليو شينه وأكل نسكباه ناي تنلمات أهمية اللامات أو غورك لي وسبب في إحسان النفس وإعفافها غورك ما السبب أن نقدي أن إياها نفتتا دوروشي إن نفتا غورت أو هذا نقدت لان أو محسن 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 لان عفيف مثل هاو بلان هاو إن إعفاف النفس وإحصانها نفتي أول دور الإلالي هو هدف مهم جدا من أهداف الزواج وجدو إنك بورك وجدو إنك مهم سن ينقذ إلالي تنفت مركلن فيري قفك بني آدم كه هو بسجور سد وقف درس مقل هاو بلان هاو إس الحديث كنا تهم مرني قيب هاكو شاقني ما يكجرته فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج جورك صوبنا مهر صلى الله عليه وسلم هندون اللعب وقوغي لان كوب سجور سيد هندون جيه اللعب مايا لان قود هان مايلس أماري إني هندون اللعب مغل كي بلانتب جور هوب جرى و هذا جور ست هندون غال كين لعب مايا إني هذا محارم تي يعني نظرقي أو محرم كهاي إني هذا اللي جيسة أضوم مقالة بلان تقوج نبيات كوهي أما هذا اللي جيسة تقوض في فيريد أما أضوم بلان قف كو أجنبي كوهي في فيريد أرنب ويوه كوهراس وأحسن للفرجيو فرجيك نكي دورو بضوو غورك إلهي مهري آيات قرآن كيري هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
bilaanta ama aswaajkiin ama xaasaskiin may siin iyiina dhar isiinna ma ingatiina dhar bimacnaa isiinna asturaada aan itin yoona asturaada siingayin hegii hegaab guurkii maylu ku helay ama may ahmiyaddiis naga tahe in les astur wali ka asturi ada walqiima badan in ada asturnaato oo ada dhoorsanaata wal eedi eed sharafta qiiman glow qodobka saddexaad oo la ero koro ahamiyatu zawaaji lilfard may buu aha sababun fii taxqiiqi listiqraari nafsi likilayhima guur hooba dhii zawaaj hooba dhii lamada isguursadiki kasta may annagaday guurkaas تحقيق الاستقرار النفسي دقناش او هجن نفته هجن نيده مشغول كي اي غور سداس لم كستب سو ساسا كفكره اريت ما كفكره اس كان كفايل غور سدو دون وسون ساس او كلا تان كفايل غور سدو دون اما هبلاي لكن رونا دفدي ما هبلاو لي ما هذا فدي mashquulki oo ay tahay oo dhan ha ku degaas may helaas aha al istiqraaru nafsi may wal qof kan hadii uu sahal shariiku hayati shariiku al haya yaani nolol wadaage hoob uu sahala oo uswal al wal mashaakilat ee hay la qibsado may bahelay استقرار نفسي يا هلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة تن إلهي لي قف كان هلوك أسهلي شريك الحياة يا ميبك هلي بها الاستقرار النفسي فالله خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة إلهي سبحانه وتعالى لدب ميكو أومي نفس واحدة وجعل في اقترانهما ببعضهما البعض هرير شو أيو هريرين قار شو قار كل الهريرين على الوجه الشرعي من خلال الزواج يو كهريرين وسيلة لتحصيل السكينة والسلام النفسي ما يبجدن يتا ama qaban gata si un hela fadiki kastaba deganaasho iyo nabadgelin niyadeed nabadgelin nafsi ahamiyata zawaaj lil fard may ba kumid nagadaase may la rayba zawaajka may ba iya sabab fi taysir al umur arimo fudaado shoo sabab ngi فالزواج هو سبب من أسباب الغنى غورك ميل ري سبب يكمي دي أو أسبابو خدن تنمد أسبابو والهلو إيو تيسير الأمور أرمو فضو دادايا طبعا لانك دوبك لب هادو إدد هادو نولو سكنولي والكسه markii uu suguur sidoona noloshiis isbedelaas maddi an ka yarta qofkan oo doobka ahoo oo haaslaawaga ah markii an ka sahlanta nolosh caadiga ah oo basiitka ah warafaad ka qab dadkan baadiida ma hayn jiraan lankoob uu sahbaran qabna ma hayn kaasa galnyaaj ee ka dab qaadado haa markum lan galan dimbal han ku dhigay wada oo kale ka weero ha yani rafati yana saas oo kale leeyo hadii bi an lahayn zawaaj ama zawj hadii an lahayn yana ha khaasan tale hab liskuursada
لانكي شلي دبناي ما رغاس ها مدي هولي سوني دينو هو قبودو يان دينو كلو قبوتو ليس كاشدا ما رغاس يو اونولليو فيل هاد سي فيل هاد سي فيل هاد ماركي دم ما يبل ديري امو اول راو او يك دودا سي ويلي بيراس لانكو اوس اوسي اس اي هاس كابني han sabare antaas intaas ah la maray hatan badii suudada nagadiya sanagad marka alal umum guurka waa sabab fi taysir al umur hadii aad ulays baalo dareento may ki leeyna dadka baalo guursay ilaahay hoologa keen fududahay إلهي مهر سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم غوري تدك دوبك أيسن سينكم إذا هانس سوبن أو دومنك أولاب إيه هانس سوبن أو دومنك لدك hal nis guuriyo guud ahaan hal nis guuriyo haddii hadu walaan eeyna ilaahay walsiye fadiji laan tuuti baba ay sabab li taysir al umur fa kullu insanin lahu rizqun ma haddii taasi caadi ay aqliga lay fikir lan kast bani aadan ee ilaahay may baasiyay may balliya qonde risto oo maqsuum ah islaanti risqiga shee naftis an khoye bi waasitati zawjiha ilaahay ahan ka diiba zawjki in iskoysho koosay may luqyaabe ini isku badan ilaahay an qori an qonde كي كلانك لا نولا داو مركاسا ميل ليا وبهذا سيكون ذلك سببا في اغنائهما وتيسير امورهما ما راينا هبلي مركي سغور سدي هبلو ما ان هايتي فالحادان هايتي كيا سيس رفاس ناي مر الله مركي دي غور سدي يا الهي سبحانه وتعالى واسع نم بدل اور غريسغي سي سنن ابي دا سنن الترمذي ما هك اورورين من حديث ابي هريره ان اري رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثه حق على الله عونهم سد الهي انس تعلمي يلي المجاهد في سبيل الله يا نمبر كوه والمقاتب يا نمبر لمه الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف المجاهد في سبيل الله ان اله ان كان يسوب بلنقادي بلنقاد يسوب بلنقادي اله ان يسن كالمه المكاتب واختيرا مجرى امن هاينا ما ارغنا انا قف كبني ادم كان مركيوس كجر حاله الرق odoonnama madii uska jara la odoonsado ilaan shariicada islaamka may baan kooytay ha xurriyad in labadiyo baab ilbaabadii eed la fur isadoonsiga wal jari jariyu shariicada annu koor kooyna madiidna laakin hatana may ba fududaaytay ama eed an amaantay ama eed an galgaaladay in lis xuroy marka qaababka odoomanka leeyla ku xurayo may kumid aha walaa al-mukataba lanka odoonka le yamay reeha ariro hangi hang hobad insheent xuraayt lanki hangi hang hob insheent xuraayt le yamay le reey mukatab mukatab ka sadii us fadaw in us walaagi laga kitaabay us dhiib fadaw us ku goonto ilaahay in us an kaalmay suuba balan qaadib kanneen kadan baa maqsuud kan ay may buu aha annakihu alladhi yuridu alafaf lanki fadaw inuu soo dhorsad
oo ujeedti ay dhursi iyo shariicada Ilaahay tadbiije ee amarkii Alla tadbiije ujeedooyinkaas lan kale in Ilaahay in kaalmay balan qaadi suuba balan qaadi haqqun ala Allahi awnu markan Ilaahay lanki in kaalmay diidase inii uu arimo jiidon Ilaahay fudusaayo maya fudusaadayaan إلهي أن فضل صلى سبحانه وتعالى بسبب هذا الزواج يا إلهي ما إنك فضل ضايا أرموت يوضم وضبك كليت ومن أهمية الزواج للفرد أما يكون مدها إشباع الغرائز الجنسية الغريزة الجنسية إني يستر جيسا باهذي أهج جنسي هايتي إني يستر هلا أهمية الزواج كمدد يعني لكل الطرفين لا مضب اللي يعني هتما ديو للفرد الله فرد بقولك لا بالك جيد لا مضب لك جيد إشباع الغرائز الجنسية من خلال الزواج هو الطريقة المثلى والأسلوب الأسمى الغريزة الجنسية درجنتي هي هلستي قابك إجتك أنك وناكسن وزواج حدي الزواج لان يا غريزة الجنسية نرجع على التر ولا تعالى مكو قدر يا ربي اللي أنا تفيري سي لن ترجع الغرائز الجنسية غورك نلو كتابي يا ما يبديرتي إني لا رأو لصوبي ولا رأو الزواج المثلي لب لب جورس داو ندك ندك جورس داس والكو باهي ما يلا سيدي زواج الإنسان مع الحيوان إن بني آدم كي قفك الشخصي بني آدم كهاي جورس دا حيوانات كلام حتى يا ديال القطبي هات ما يبان للديري لما روها ان انسان كي بني ادم كي شرفت له هاي جورس اجيو وحياب نصوبي او طلب شيء نصوبي او نولا بان هاي هيركس ربط واللي يلي جورس هيركس اللي ديروها مركا إشباع الغريزة الجنسية قابك لك الإرجية وأنك وناكسن أنك فيل وخلال الزواج فالنفس تبحث عن إشباع هذه الغرائز وإذا لم يتم ذلك عن طريق الزواج عن طريق الزواج من فمن الممكن جدا سدس سورة قالك ولب إذن بدن ما يبواه أن يتم بواسطة الزنا بواسطة الزنا لي ما مارك ولا أن شيئاً أن أغاها تديو هايا حتى الزندي أو الزندي معروف كهاي تبب ما إيه يا أوي أؤت إثم عظيم أو مقت هل قد تأرض إلى هيره سبحانه وتعالى بما إيه هيركس أو أسفل السافلين إن الإنسان إشباع الغريزة الجنسية لي ما إيه يا إشباع ياسر يا هتن الزواج كما يلوكو هلاي أجر يا ثواب في بضع حد صدقة نبغى هاي صلى الله عليه وسلم حتى صحابة مركز دوغ نبغى يجين أنت اللي عبين إرهن أياتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجر شهودي سجد دي وأنا هتن أجر نكو هلاي نبغى أن سبب أي إن شيء يسهراي لو وضعها في الحرام كان عليه وزر هذه سحارا أن بهالها يدين بمك هذا فلها ده هو بس في حلال هو بس كويلي أجري ثوابك وهلا وضبك كلا وأهمية الزواج أما يبواه سبب في تكثير النفس
taranka badashiris taranka badashiris takthir an-nasl min khilal az-zawaj huwa wasiyatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam li hadhihi al-umma in taranka labadi waan guur la kabadi wa dirdaarti rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu dirdaarmi ummatu muhammadiyada رسولك مري صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أنت يوم القيامة لن دير حتب نور الله عادي جاي الدنيا ذا ولا لك حساب ما أمض لك قيمة يوم ترقي الطيو تيادة والبني آدم كسب كويو لكن هذه ترد اللواي تايدي سكا كويس ترد يا ماي بشينا سه تايدي نكو دارا داس بما مثلا هذه اللير مال مال كاي شجع دادا شجع دات كي هذه اللواي كوارم قالا دن تفه انت حتى مدوي ان كندم يا ماي بكبيا يا نحن تبادن ان iyo badiyan ama dad iyo badadan isguursadan dhadharan bilaks aalamul islaam in iyo kala dhaga maayan tahdidun nas in taran kale yaraan iyo na fasaxa lisiye beesil liska siye walka hisaabtame sikal hobo qadan erta meelo baalo iyo nafti iyo dadkii aruursade dadka aruursadaaya ma in aruursadaan tirada muhiimad iyo la ta ogaadin marka tirada oo takthiru nasliga ee usu nafti tisama iyaha hadaf fi gaayati al-ahamiyya muhiim ah eeda muhiim ah ilaahi subhanahu wa ta'ala bani aadam kan ya arladan ka istikhlaaf waan may amaray iniyo amiran ardadan amiran yo oo ka amirayaan ama amiraad iyo na kasalaysanta daacadiis iyo raalahaashidiis is i'maarkaas iyo istikhlaafkaas joogta managadaw illa may lay joogta kanagaday bistimraarin nasli aan tariiqi zawaaj marka ma amirnaado korta arladii ama mal hero kor inay amiranta illa may lay ka amir ma korteha istimrarun nasl istimrarun nasl oo saliim in mal hero kor illa an tariiq azwaaj ila kale kor hoob jid kale la kuwaydi may helaw ama may nagaday ko fowde ho walba faa'iideen lahayn qodobkan ka dambeey oo una erro korna ahamiyadda guurka ama zawaaj leey qof ka bani aadanka shakhsiga ma erro korne wa wasilatu li tahqiqi wasiyati al-anbiya anbiya ilaahi subhanahu wa ta'ala may dirdaarmeenaha زواج ما يدر دار مينا دور سنا إن الزواج هو وسيلة للعفة والأنبياء هم أكثر الناس مبادرة لجميع الفضائل بما في ذلك الزواج لما فيه من الخير والفضل أنبيد إلهي سبحانه وتعالى ما يدر دار من وناك فضيلة وناك توصنا نورسنا فيلها فيلها أن تسلف ذو إيو نورسنا أن تسلف ذو يانا مكسورة غلاس إلا ما إلي كسورة غلاسها زواجكس
إلهي مره ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية رسول إلهي سبحانه وتعالى أو رسولك ينكهر إلهي هدري يا ميلي يا إلهي ما يهدرني رسول يا الكهر هدرني رسول الله سبحانه هدرني ما يبقى أنوالني حاسس أولاد مركن حاسس كاسي أولاد ما يبقى أينا وبلشدي وناجي إيو كرامدي إشرفتيه فالزواج هو سنة من سنن الأنبياء الكرام اللي أرقوا رمار قورك والسنة دي نبي دي إلهي سبحانه وتعالى والاقتداء بالأنبياء أنبي دي إلهي اللي كده يدون والسير صعدوا ونص صعدوا وفقا لمنهجهم جد كيشون لما رانا من أفضل ما يقوم به الإنسان ولا بني آدم كصوبيا ولا أنك فيلو في حياته نولليس رسولك صلى الله عليه وسلم واضح إبا ما إداي جورك إني سكوميد أي سنديس ما إبا جرتاي سيدوك صحابة إني إسوارسدين رسولك ولي أسوبيا إديس ما ديوس روغ خصوصياتي ما ديوس روغ ولي أسوبيا اسو ورسدين مديو حاسس كي نبا قارق مدى انسيدانو يو ورسدين ميلن شاقي والأوليسن هاين ماركي دنبايو اس انان دين ما ارهناها ان اي رسولك ما يشاقي اسكالان مديو انو تيدي سو ورسدانو انو نساسا ويلان ارهان انو يسو اسكالنوا يسو دنبيدي كهوري كدنب والعافي با ان انو ندالنو نوفاده ما يسو بيان كبر طارتو سوبي مر كبر طارد كومي ريبانا بلان بغوص دو كونمي ريبانا انين سو ملي مالان كسي سو ملي كي كالسون ميكا طارد ايبانا همينكي ما بغندو دو همينكي اوتنام عبادي سيدي هجي دي سديد فرنتي او نبغل انشيغي صلى الله عليه وسلم مركاسا إسنس إرتينا مركاسا ميرينا ها رسول إلهي جرت أرنتي هذا مركاسا وسؤو هنونيو وسؤو توسيو صد الصحة ذا انشيغا وميري أنك كان إلهي سينكو كأبسو دو بادنغايها أنكو كأبسو سيكستو إسن والكستو إسن سو بدان ماهي دير كورتان ماهي ويلا سانها أنا وأنا صومي وأنا أفره وأنا هندري وأنا أمي صلاة الليل كيني تكدي وأنا هندري جورس ده ألان كي سنو ده دير أمتاي مكومي ده مركب ميل ما يكيون كباه لان كي من رغب عن سنة المصطفى ومن سنته الزواج إني فليس من أمتي وقفك اوه شخصك اهميدو سنليم بيلكي انكو اد ميقل ابلان والبوس هذا اهمية الزواج للفرد ميلان قدبان ما ين قدبان قيبتدن بقو اه اهمية الزواج للمجتمع الانفيري الشخصي ما يرنيبها امر الهي شدي سوف ما يرنيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم رهو شو يو أنبيلي سكورين ما يرنيها هذا تنمدي سها كنو تيسير أموره هي ها كنو ما يرنيها دورسنا أنتس يو شرفتس لان دورسنا شرف له وكنا كده كل هذا ده بلشدي نماي أهميه إن لي جور ما أعرفنا جورك أهميد سن لي بلشدة وعب السوق بلشدة بو لا تقوم أو لا يقوم المجتمع
إلا بالزواج. إن الزواج والإنجاب هو وسيلة من وسائل بناء المجتمع. غورك إيو طلوك ووسيلة ووسائل اسمها بلشدكم ذو ما دل لها الفردي لها الفردي كلام أو زواج سوبيان يمي لها لي أس ماركي أس لها لي أس كلا لها لي أس كلا لها لي يمي سوبسنتي بلشف أما حافظ ده أما إذا ده كدب سيوت مقالة ده سيوت سيوت بمعنى تتسع الدائرة أكثر فأكثر. إلهي مهر سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. دادو إلهي كوبصد ربكين كوبصد ربك أصوصي أمي من نفس واحدة وخلق منها نفس واحدة دي هجة كأمي زوجها لمانة جي وبث منهما لما دي هجة مركون كبادي فردي أما فافي رجال كثير ونساء. كذك أمنا حواء يا أبونا آدم كذك نفط واحدة اللي شجعوا يا تنقلك أمي نفتي لفتي هبلك أمي لما دي هوك بالله ماركون بلشدو أنت كون كنتي زوا قس قس كم أصلاً الزواج. إن قيام المجتمعات متوقف على تلك الرابطة بلش إن الله لا يجرت ما يكهر انتا حرير كاس رابطة داس رابطة تيو رابطة الزواج والعلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة التي تثمر أفرادا صالحين يعملون على خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم. بلشم قمكرت أما أموشة ما يبقى كهيرينيا إن لهلا قوسس قوسس كاس أوه كتنسن علاقة شرعية أوها ساريان أشخاص أما أفراد وناكسن أكشك أيان أمطيو إيو الضلال شو أن إذي قوشي. إذن زواجك ما ينقذي هذه بولشيت جلّم فيري الله بنا الأساسية أما أصل الأصول نجد. مركن غوركي بولشيت قيمه بين أنك فديو. لما يعني جريتام بولشيت مجرى كرة مقوم كرة مالشيعة كرة إلا إني أسر إقوسس كوابنات. أسرة إيوسك مقام ما 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 دياو ما الهلكورة إلا عن طريق الزواج الشرعي. لم منع تفشي الرذيلة بلشدة رذائل يوحيابها فحش جاءه قاب كدرم ما يلي كهر سر مكره غرق والبقى عبدور وقابدره وبني آدم كشرفتيس انك فايل هاي وبني آدم كنصوبياو ولا قرهيب قرب قهر سرمو قرب وزواج أمدي حدب أنتية أنتية دير قليل أنتية فضودايت أنتية تاغير تقرب سرم تقورك يا يرادس رذيلي دي يفحش جاي قابض رذيل
حب أنت يا أولو سايت أمت جور يا أولو سايت يا أتكايت يا ماي بفافاس بدداس الرذيلة والفحش سليبو قدبك سدحات أبو الشيد أهميد سن لي جور كماي بواها الحفاظ على الأخلاقيات على أخلاقيات المجتمع من الإلحناء بلشد أخلاقيات شرفتي وناجي أي بهاي إلالي كو إلالي إني شرف رنتو حلا وتؤمت جورك زواج يدوري حدي جور لواي أما جورك أولو صادة مسككذة وحيابه أخلاقيات كي ضد كأه أخلاقيات كي وناك سناي كهر كويسن أض ضد كأه يبدا ضايان مركة وإلاليها جورك ماي إلاليها بلشدة أخلاق ذي وناك سن أخلاق ذي وناك سن بلشدة يلتو ولا إلاليات دورو ماي بواها زواجك حدي زواج كي يراد أما حدي أتكاد ماي فرماسة أم بدداسة فافاسة والأل ولا غيقاب دوري أو أخلاق سوبن كهر كويسة سليبو قطب كالي أو بلشد أن لي غور كهميديوس أن لي كمدة ماي بواها الوقاية من الأمراض الجنسية أو لما هايو أرجع مركز تب حلن واي أو سينيال كهر فول لنجود بدي جري إن كاستو سينيال أنتي أو كورونا كورونا للي لو كهري سيدي هور اللي نعمة هاي لكن إبت يلك وير دي جري أو إيه دي سي ولا لغراي ولا شيء نماي ليواها غور كيو يراد فاحشة دي إيو زني دي أوفافتي بس iyo naftatiyo markii uu ku hadalayaan isku ilaalinta AIDS-ka mayk leeynaa Google Dhaaf aan soo bigo galaad naftiyo saas kale marka guurka waa ilaaliyaha ama ka hortaga cudurrada jinsiga cudurrada la kashal qaado jinsiga la kashal qaado kan ko ilaaliyaayo oo horta keen ku eew antiib adak ka koobanta guurka xalaale bidbaadada badadaas antiib ad xataaf ad soo bidoona may halisan eta in udurudaas oo jinsiga ekeediyan qodobkan ka dambeey oo una ka gunaanadaana ahamiyada zawaaji lil mujtamaa may buwaa تقوية الروابط الاجتماعية جورك وحوجيها حريرك بلشد بلشدو اسكهريروش ايو حريرك يا نهوي كان حوجيا اتكايو يو جورك بناء على ذلك فهو يربط انسانا باخر جورك قف يا مايك هيري قف كوكالي اولوك يا بحران اني نسكا سجر لامدو قف اسكيري موش يا مايكو دالا دي قرابة قرابة ميكو دالا داس لانكو لانكو سيشالي قرابة اني انهاين ياكي كستبك كان مديوس الجور سيدو كوهلي قرابة كالي ونسب بين أسرة وأخرى قوسكو إيو قوسكو كليت يا ماي باس كناك دايان هانو هاسك درسمي وربما هذه المصاهرة مصاهرة دون ماي بانو قيابة إنية نغت سببا في وجود علاقة بين قبيلة وأخرى
قبيل يو قبيل كليت أهر آن شكا نسك لهاينا إن يو حرير كتاهايو يتو أو قصوف سنتو سورت قلقل يكا نكاس يكا نكا قور وبهذا الان اتصال شخص بشخص واتصال أسرة بأسرة اتصال قبيلة بقبيلة أخرى تتسع دائرة العلاقات الاجتماعية مر حرير كيبول شديد يسي بليه ذي مر ميلا ما يكو كويسة مركو بلشو أو اسكهيرن أو اسجيل اس احترامس ريوكين ما راي على شد ريوك ما يل راي هيدتون شغارو لانكو كلا لانكو كلا هو إنس كويان إني سيو إنس كأريان دات كرابنو كنا هيت إني أن هاين سيو إنس كأريان هو بلا أبتر سدول ليش شيء كيس هذا ملله سوقيه والكلا نمسوبين إلا ما يليك نجتي تاسي جورك بس عن طريق الزواج. هبلون سي أبوديو يم ما هاي تغير كسايتي اللي كنا. إلهي سبحانه وتعالى مري يا أيها الناس. لأن أهمية أن يقول تلمامو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأهميه مر رسول كسوب صلى الله عليه وسلم مركز سيردي سي على آخر يضاء الدبون كنا قد ما يبدر يمسى إني أرنتون نبغى صلى الله عليه وسلم نصب عينيه هايت وسؤال خير مكة إيه عرب إيه قرش إيه مساهرة ديس ما هديرتي مصر تزوج من امرأة مصرية ما ها ما يكون جورس من امرأة إسرائيلية أما يهودية له فلاس أنت أصلا ما يتمر والسوق علاقات اجتماعي أما رابطة اجتماعية إني أسدس دراديه بس المهم غورك أهميد وسن لي بولشيد ما يبلك كوبو كره تاس قدو اسمها بولشيد ب ما يبقى ما يبقى أساس لها غور هو غور لواي بولشيد ما له لاو لما رديلد يفاحش ده فافوشة ولا حكمة يكرة أما حكمة وما يلوها غورك أخلاقيات المجتمع ما يوري حفظيه إلى عليه بلشيد أصلاً إلى عليه جورك الأمراض الجنسية داويوش اللي كناه داو ما لنهلاه سوء نينين ما يوقعي أن نقدعي جورك أخيراً حريرك بلشيد ولا حوجيا ككيو أنك مهم سن وجورك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذا آخر ما أقول وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين